كواليس معسكرات منتخب مصر للرياضات المختلفة والاتحادات المختلفة والمنتخبات المختلفة لسه مستمرة. دلوقتي احنا بنتكلم عن تنس الطاولة تحديدا، خلينا نعرف الاستعدادات والمتأهلين مين بالظبط ونطمن على اللي جاي ان شاء الله في الفترة القادمة وفي أولمبياد باريس وبارالمبيكس 2024. يعني لنا هذا اللقاء طبعا مع سيادة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف على القطاع البارالمبي. صبح عليك يا فندم، وسعيدة جدا بوجودي هنا وسط الكواليس والاستعدادات ان شاء الله لباريس 2024. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا، واحنا طبعا يشرفنا وجودكم دايما معانا. من خلال لقاءاتي ومتابعتي برضو يعني لهذا الملف، في كتير من ابطالنا كانوا بيتحدثوا ان انا محتاج كبطل دلوقتي متاهل لاولمبياد او بارالمبيكس ان انا يبقى عندي عدد كبير من المعسكرات الداخليه، وان كان كمان معسكر مغلق يبقى افضل بكتير. هل احنا موفرين ده دلوقتي لابطالنا يا سياده المستشار ولا احنا لسه بنحاول؟ هجاوب حضرتك بس اضيف حته صغيره بس فاتتنا، ان احنا الاول مره في مصر يتاهل في البارالمبياد في تنس الطاوله 10 او 11، ما حصلش الرقم ده قبل كده. كان كام؟ لا كان بيبقى اقل طبعا، ممكن 6 7 5 الله يعني على حسب الظروف، لكن لاول مره نوصل للعدد ده. الجهاز الفني للمنتخب خليني برضو أتعرف عليه من حضرتك، وفي نفس الوقت هل إحنا عندنا أي نواقص في أي عضو أو أي عنصر في الجهاز الفني؟ يعني بنتكلم عن أحمال، بنتكلم عن طبيب نفسي أو أخصائي نفسي، بنتكلم عن تغذية، يعني كل الأعضاء دول أو كل العناصر دي مهمة جدا. إحنا عندنا الحقيقة الجهاز الفني ممتاز جدا، عندنا الكابتن رامي جاسر ده مدير فني الرجال منتخب تنس الطاولة بارالمبي، وعندنا الكابتن جمال زينهم مدير فني السيدات، وعندنا الكابتن حربي والكابتن سيد موسى مدربين. الحقيقة هم من كفاءتهم عالية جدا وشايفين شغلهم كويس جدا، والأولاد بيستفيدوا منهم فعلا، فعشان كده احنا طبعا أولا بشكرهم طبعا على مجهودهم معنا، وبنستعين كمان ممكن بممرنين، يعني اللاعب مثلا ممكن يحتاج تمرين خاص، بعض اللاعبين اللي انت عايز تخليه يحقق ميدالية او ممكن يحتاج ان هو يلعب مع لاعب من اللعيبة الاسوياء يكون قوي، يكون كورته تقيلة، لعيب تقيل عليه، وانت عارف حضرتك الاسوياء مستواهم في اللعبة طبعا اقوى من ال، وبيبقى كمان متطلب البطل البارالمبي زي ما كنت بقول لحضرتك اخصائي تغذيه واخصائي نفسي وغيره. أكيد هل أكيد هل ده متوفر ولا طبعاً بيبقى فيه استعانه ببعض الكوادر من الخارج قبل البطولات؟ بنستعين ببعض الكوادر من الخارج خصوصا، بس هم الحقيقه قالوا ان هم هيوفروا لنا الكلام ده في المرحله الجايه للجنه البارالمبيه، يعني ربنا يسهل ان شاء الله. املنا كبير عليكم سياده المستشار وعلى ابطالنا، ربنا يوفقكم، واتمنى قبل السفر في خلال الفتره المتبقيه لسبع شهور دول لو في اي حاجه محتاجينها تطالبوا بيها توصلوا صوتكم طبعا من خلال كل المنابر الاعلاميه، واحنا ده دورنا علشان الوقت بتاع السفر يكون فيه جاهزيه عاليه جدا، ويكلل ده باذن الله بميداليات اكبر يعني ان شاء الله لمصر، لان احنا نستحق اكيد ده ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا. شكرا على التغطيه دي. الله يخليك.